السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ نيمو رفاقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل معانا فشار الكراميل. فشار بالكراميل طبعا كلنا بصراحة بنحبه، فأنا هعمله لكم بأسهل الخطوات ومن غير عك كتير، وإن شاء الله كلكم هتعرفوا تعملوه. تابعوا معايا الخطوات. أول حاجة معايا كوباية من الذرة، كوباية سكر، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكيس فانيليا. أول حاجة بحط معلقتين كبار زيت، بعد كده هضيف الذرة، هقلبها بس شوية لغاية ما الفشار يبدأ كده يطقطق، وبعد كده هروح مغطية الحلة على طول. بس كده. وبعد كده في حلة تانية بس تكون كبيرة هنحط السكر، هنفرده. بس انا مش هقلب، انا بفرد بس السكر. بس خلوا بالكم الخطوة دي عشان الكراميل يعني بيلسع جامد، عشان لا قدر الله ما يحصلش اي حاجة. بحطها على نار اصغر عين على النار، وعلى الهادي خالص، يعني على الهادي خالص، تبقى درجة حرارة النار تبقى واطية خالص. بعد كده هقلب الكراميل اهو زي ما انتوا شايفين. بعد كده هضيف ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر واقلبها. بعد كده احط كيس الفانيليا. طبعا الفانيليا بصراحة بيديلها طعم ونكهة وريحة حلوة جدا بصراحة، وفعلا بصراحة الفشار طعمه زي بتاع بره بالظبط. بعد كده هنضيف عليه الفشار اللي احنا عملناه وهنقلب. بعد كده هضيفه، لو عندك صينية تيفال او صينية سيراميك حطي فيها، او جرانيت. عندك مثلا صينية ألمونيا او ما عندكيش اللي هو السيراميك او التيفال، هاتي اي صينية عندك وحطي، افردي عليها ورقة زبدة بس عشان ما يلزقش. لكن طبعا السيراميك ما بيلزقش ولا التيفال بيلزق، فعشان يعني الخطوة دي مهمة جدا، عشان انت لو حطيتيها كده على طول على مثلا ألمونيا او ستانلس هتلاقيها لزقت ومش هتعرفي تفكيها كده زي بعض. بعد كده زي ما انتوا شايفين بتتفك معايا بمنتهى السهولة جدا. هتعمل معايا طبق كبير اللي هي السلطانية الكبيرة، وده كله بكوباية ذرة بس. اهو زي ما انتوا شايفين كله اهو اتعمل. بعد كده هفضيها بقى في طبق التقديم او زي ما انتوا شايفين اهو. بصراحة الطعم والريحة وكل حاجة بصراحة بسم الله ما شاء الله جميلة فعلا جدا. اتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.